صباح النصر وصباح الفوز وصباح جميل كده مشرق علينا جميعا يا رب، على كل الاهلاويه اللي بيتفرجوا علينا في كل مكان في العالم وعلى كل الناس. صباح الخير وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح العسل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، مجموعه كبيره من الاخبار والموضوعات وضيوف ان شاء الله حضراتكم تسعدوا بوجودهم معانا في حلقه النهارده. بس قبل اي شيء لازم نهني انفسنا ونهني حضراتكم. أيوة. على ايه نهوندح هقول لكم. طبعا زي ما معظمنا تابع امبارح قناه الاهلي، قناتنا جميعا او بيتنا الكبير، فاز بالمركز الاول بين القنوات الرياضيه العربيه في مهرجان الفضائيات العربيه اللي اقيم امس باحد الفنادق يعني الكبرى. تسلم الاستاذ محمود عدلي بقى المدير التنفيذي للشركه اللي بتدير قناه الاهلي اللي هي شركه لايف الجائزه، في حضور الاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركه، استاذ ايهاب الخطيب مدير القناه. وطبعا قدمت قناه الاهلي بعد تطويرها في الفتره الاخيره زي ما حضراتكم يعني متابعينا العديد من البرامج الجماهيريه اللي تفاعل معها جمهور الاهلي، وانا هقول هنا عيله الاهلي مش بس جمهور الاهلي. حاجه كانت جميله ومشرفه، مشهد رائع يعني حقيقي اللي حضراتكم شايفينه ده، او قناتكم مش قناتنا، قناتكم وقناتنا كلنا وصلت لهذا المركز من جهد الاصغر واحد لاكبر واحد زي ما احنا بنقول. يوم الافتتاح يا كريم وعدنا الناس ان احنا هنكون رقم واحد، وعدنا الناس ان احنا هنقدم محتوى محترم حقيقي. احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا اهو يعني الدلائل او الشواهد هي اللي بتقول لحضراتكم ان احنا فعلا كنا بنشتغل بجهد كبير جدا عشان نقدر نقدم حاجه او محتوى يليق بينا ويليق كمان بحضراتكم. فمبروك علينا، لازم كلنا نفرح بالمشهد ده، حاجه حقيقي مشرفه كانت امبارح جدا. طبعا اختيار قناه الاهلي كافضل قناه رياضيه في مهرجان الفضائيات العربيه بيعكس يعني جهد كبير جدا الحقيقه بيقوم فيه فريق عمل كبير محترف من اول شركه لايف اللي بتدير قناه النادي الاهلي، طبعا بقياده الاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عدي والاستاذ ايهاب الخطيب والاستاذ باسم عزمي ومعاهم كل فريق عمل قناه الاهلي. وكمان من المهم جدا ان احنا نشيد باهميه الدور والتعاون اللي بيتم بين مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره وايضا مسؤولي قناه النادي الاهلي. كل الشكر لمنظومه العمل في النادي الاهلي ومجلس الاداره وشركه لايف. وقبل يعني يمكن كل الاطراف اللي احنا بنتوجه ليها بالتهنئه، كل الشكر لحضراتكم قناه فضائيه عشان يتقال عليها ان هي القناه الاحسن او الافضل او قناه رقم واحد في مجالها، ده ما بيجيش من فراغ، بيجي من متابعه مشاهدين عندهم ولاء للقناه. واحنا بنوعد حضراتكم زي ما نهاوند قالت من اول يوم ولسه مستمرين في الوعد، وربنا يقدرنا ان احنا نحافظ عليه ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو يليق بيكم كجماهير عظيمه لكيان عظيم اسمه النادي الاهلي. وصباح الفل عليك. لا وشهاده حق كمان، خلينا نقول يعني فكره ان انت تشتغل في بيئه، البيئه دي بتحاول من يعني اصغر مدير لاكبر مدير ان هو يوفر لك كل اللي انت محتاجه علشان تقدر تقدم محتوى بعد كده يليق بالقناه، وتكون انت كمان كمقدم برنامج مرتاح. فدي حقيقه حاصله في قناه الاهلي، يعني دي شهاده حق لازم نقولها قد ايه احنا بنكون طالعين يعني الاداره حريصه جدا او حريصه جدا ان هي تطلعنا في الاخر مرتاحين نفسيا، عندنا محتوى محترم بنقدمه وتدينا الامكانيات. فدي حقيقه حاصله، هو زي ما بنقول كده عمل جماعي، لو واحد بس اشتغل لوحده عمرها ما يعني او عمرنا ما هنوصل لهذا المستوى. فكل الشكر لكل شخص في اداره القناه وكمان طبعا برضو اداره الاهلي، كلنا زي ما بنقول عيله واحده. وزي ما كريم باكد على كلامه تاني يعني لولا برضو حضراتكم اكيد احنا ما كناش يعني وصلنا لهذه المكانه. فمبروك علينا كلنا، وبدايه حلوه بقى الاول اليوم. مبروك يا كابتن نهوان. ايوه بدايه حلوه، مش احنا بنقعد كل يوم نقول صباح النصر؟ ايوه يعني وقد كان الحمد لله، وقد كان ولسه في جاي كتير.